الألوان وتأثيرها على حياتنا. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. إذا كنتم من محبين اللون الأحمر فهو يعمل على جذب الانتباه ويحفز الشهية، واللون البرتقالي يجعل المزاج أكثر إيجابية ويمدكم بالطاقة ويحفزكم، واللون الأصفر يرتبط بالذكاء والإلهام ويزيد التركيز، أما اللون الأخضر فيقلل من التوتر ويساعد على الاسترخاء ويزيد الإنتاجية، واللون الأزرق يساعد على الاسترخاء ويزيد الإبداع، أما اللون البنفسجي فهو يرتبط بالإبداع والفخامة وهو لون رومانسي وأنثوي، أما اللون الأسود فهو يجعلك تبدو أنحف ويمكنه أن يجعلك تبدو قوياً أو عدوانيا، أما اللون الأبيض فهو يرتبط بالسلام والبراءة والبساطة ويمثل التعقيم، أما اللون الرمادي فهو لون محايد ومتوازن قد يشعرك بالكسل ونقص في الطاقة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم.